اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامج اسرار الحياه. زي ما عودنا حضراتكم احنا في اسرار الحياه بنتعلم وبنستفيد من كل جديد. النهارده معانا بيدج مهم جدا. بصراحه انا لما تواصلت مع استاذ حامد مسؤول صفحه ترند بصراحه لقيته انسان ذوق جدا ومحترم وحابب ان هو يشارك معانا في الحلقه. وفوجئنا باستاذه اناس معاها في الاستوديو، حبينا ان احنا نعمل ليها مفاجاه ان هي اللي تحضر في الاستوديو وتتكلم عن البيج بنفسها. قبل ما ابدا حلقتي لازم اصبح على زميلتي العزيزه استاذه ايه. صباح الخير يا استاذه ايه. صباح الخير، كل سنه وانتم طيبين واحنا وانت بصحه وسلامه. طبعا احنا من النهارده موضوع حلقتنا بيتكلم عن الشغل اونلاين اللي خد المركز الاولى. هو في الاساس كان موجود ولكن ما كانش موجود ليه فعاليه زي الاول، يعني زي دلوقتي حاليا. فمرض كورونا ظهروا اكتر وبقينا بنشتغل كل حاجه اونلاين، حتى العلاج بنطلبه اونلاين حاليا، يعني كل حاجه بقت اونلاين. فموضوع حلقتنا النهارده هنتكلم عن الشغل اونلاين. استاذه هند بحضور طبعا استاذه ايناس. اهلا وسهلا بك يا استاذه ايناس، شرفتينا واحنا النهارده حبينا نفرحك وتحضري النهارده الحلقه معانا. ربنا يخليك. استاذه ايناس، قبل ما اتعرف على صفحتك واتعرف على شغل حضرتك عايزين نتعرف على حضرتك اكتر. انا ايناس السيد، مانجر ماركتنج لصفحه ترند ومسؤوله التسويق عنها وبس. اهلا وسهلا بيك. ازاي ايناس ابتديتي شغل اونلاين من امتى؟ هو الموضوع تقريبا بقاله سنه. الفكره يعني حقيقه يعني قبل كورونا والكلام ده كله. هو بالفعل الاونلاين بس موجود، بس شغل اونلاين بقى له فعاليه بعد مرض كورونا. يعني في مرض كورونا طبعا كل حاجه دلوقتي بقت اونلاين، السوبر ماركت بقى اونلاين، كل حاجه. الفكرة ابتدت من سنة. أصحاب الفكرة حقيقة حامد جوزي وصاحبه هشام، هم اللي اقترحوا الموضوع على الصفحة دي. بالظبط، هم اللي شجعوني وهي كانت فكرتهم الحقيقة في الأساس يعني، وبعدين ابتدينا بقى نزق الموضوع مع بعض والحمد لله. بصراحة أستاذة إناس أنا لما تواصلت مع أستاذ حامد على الصفحة كان حابب جدا الفكرة وحابب ان هو فعلا يشارك معانا في الـ في الـ في البرنامج. بس اختار استاذه ايناس هي اللي تكون قدوه الموضوع. هو حقيقي انا جايه المفروض رايحه في مكان تاني فجاه لقيتني هنا يعني. بس مفاجاه حلوه طبعا. طبعا احنا اللي اتشرفنا بحضرتك. ميرسي ليك يا فندم. استاذه ايناس عايزين بس حضرتك تكلمنا عن شغلك. شغلي انا هقول لك، احنا بنبتدي نجيب شغل بنختاره بعنايه جدا. انا كبنت او كست بشوف الشنطه بعيني اللي انا احب اشوفها عليا. بنتاكد جدا من الماتيريال وجودتها. واحنا بنقفل الشنطه وهي رايحه للعميل بنراعي جدا في خلال الظروف دي ومن قبل كده امانه وسلامه العميل في تعقيم الشنطه. بمنتهى البساطه يعني بتاخد كل الاحتياطات ان انا ما اغيرش في لون الشنطه في التصوير. الشنطه تظهر بمقاسها الحقيقي، نفس الماتيريال اللي موجوده على السوشيال ميديا، الحاجات الحقيقيه يعني اللي هو ما فيش فيها اي لعب. هو دلوقتي في صور بتتعرض لحضرتك فحضرتك كلمينا عنها. هي الصور كده مش بحب العب ابدا في اي افكت يعني في الالوان دي على السوشيال ميديا. هو. وكمان في اوبشن الشنطه لما بتروح للعميل عندك اي كومنت من اي نوع، والحمد لله ولله الحمد يعني ما حصلتش معانا قبل كده، بس عندك اوبشن الحاجه بتتعرض لحضرتك على الشاشه. اي مشكله في اي حاجه عندك اوبشن ان انت بترفض تستلمها بتستبدلها. حضرتك ما يعني ما بتقولوا لا خلاص الاوردر جالك ماليش دعوه؟ لا 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 خالص. خالص خالص اكيد طبعا. واجهتك مشاكل كتير في شغل اونلاين؟ هو مليان مشاكل اساسا. هي الفكره بس في حاجه واحده، هي انا عذره الناس يعني. هي الفكره بتبقى في عدم الثقه. انت وانت بتطلبي الحاجه دايما خايفه ما تبقاش نفس اللون، ما تبقاش نفس الماتيريال. احنا كنا بنخاف صراحه ان احنا نجيب اي حاجه. طب هي كام سوسته؟ طب من جوه شكلها ايه؟ في اللي بيطلب منك تصوري له الشنطه من جوه. بيحصل. طب هي تشيل موبايلي ولا لا؟ طب هي وموبايل حضرتك ايه؟ انا مش عارفه هي تشيل موبايلك ولا لا. اصل فعلا الصوره بتبقى على السوشيال ميديا غير خالص الطبيعه، فالناس بتخاف. لازم بقى انت بتقدمي كل اللي عندك من ادوات الثقه للعميل.
الشنطه حابه اصورها لك تاني بصوره الموبايل، بصورها حتى لو جنب اساس بيت اللي انت تبقي شايفاها، هي تمام. انا مصوراها اهو باضاءه عاديه، لا فوتوسيشن ولا اي حاجه، هي نفس الشنطه. حصلت مره بس كنت في شنطتين تقريبا نفس الدرجتين مختلفين، وانا بسلم الاوردر عشان يتسلم، حسيت ان لا، طب هي قصدها دي ولا دي، بعت الشنطتين. طب يا فندم هما الشنطتين قريبين جدا جدا، نفس وحاولت الدرجة أو اصور درجة درجة واحدة بس مختلفة، ما تقدريش انت تشوفيها غير في ايديكي. تمام. يعني لو مع اضاءة، يعني لو انت في الريسبشن وخرجتي بره على في بقى لون البلكونة تاني. هيبقى لون تاني. فلا، فبعت الشنطتين، اختاري اللي انت تقصديها والتانية خلاص هترجع مكانها، مفيش مشكلة. بس انا لما شفت الماركات اللي حضرتك بتعمليها والشنط، لقيتها يعني بسم الله ما شاء الله الستايل بتاعها كويس جدا ميرسي، ربنا والفينش بتاعها يخليكي. حلو جدا. يعني حضرتك ازاي وصلتوا للمرحله اللي انتوا بتصمموا الشنط دي ما انا بالنظام قلت ده؟ لك اول حاجة بصيت عليها، يعني هو هشام هو اللي قرر ان احنا نعمل لاين الشنط، تمام. تمام. فلما عملنا كده طبعا هما الاثنين بصوا لي، بصي انتي اكتر حد هتبقي فاهمه الستات بتفكر ازاي، البنات بتفكر ازاي. فاللي هو انا وانا رايحه مناسبه هختار شنطه معينه، الشنطه اللي انا دايما هاخدها معايا في كل يوم في مشاويري العاديه هتبقى الشنطه كذا، فكل حاجه دي بتبقى بعين بناتي شويه. فزي ما انا احب البس احب انت اقدم تعرفي للعملاء الشخص بتاعتي. اه في طبعا، بيلبس ايه او بالظبط الستات هي بتحب تاخد، وخصوصا ان هي بالظبط كمان يا استاذه ايه ان هي يعني فاهمه، يعني مش واحد اللي ماسك لا الصبع، لا هي كمان ليها ذوقها. حقيقي والله يا اه جماعه، يعني هو اكيد انا طبعا. فرد من مجموعه، هم اهم مني على فكره بكتير. حاليا يا استاذه هند لو حد طلب حاجه ما بيطلبهاش من راجل، يعني شنطه اه يطلبها من راجل لا، ازاي؟ وهي كمان بيبقى فالست برضو بتفهم. الستات فيها اه ذوق بالظبط. كمان. يعني احيانا ممكن حد يبعت لي، طبعا يعني المحادثه لو بقت فريندلي قوي بينا، طيب هو انا ممكن استشير حضرتك في حاجه، طب انا هصور لك الطقم وقولي لي، طب يا لا فندم بتوصل اتفضلي. للدرجه دي بتوصل؟ معقوله؟ لا لا اه طبعا، بتوصل. لما بيعرفوا ان في انا ثقه ما في بين الشخص ده يا هند، لما هي بيعرفوا الاستاذه ان انا شغاله على الثقه. بالظبط، ما انا قلت لك انا لازم اقدم كل حاجه عندي ان انا اطمنك بيها، هو دوت اللي هي اساس ايه، مش الاونلاين. استاذه ماسكه الصفحه بلاش وبتبيع وخلاص. الغموض اللي هو ايه، طيب ممكن تصور، طب لا اصل دي الصور اللي موجوده، طب مقاسها قد ايه، زي ما حضرتك شايفه في الصوره، لا انا ممكن تمام يتقال لي صورها لي من جوه، كام سوسته من جوه، تمام الحاجات دي كلها. انا كسير بحب التفاصيل دي، فلازم اعذر غيري. بس انا لاقيه تمام. كميه ما شاء شكر الله ما شاء الله ما شاء على الله. البيج. مش بنحسد بس. بسم مش الله ما بنحسد. شاء الله، يعني حاجه الحاجه جميله حلوه، جدا، حاجه الحاجه جميله. كويسه، تسلم ايدك ميرسي ربنا كده، يعني يخليك. بسم الله ما شاء الله. ميرسي ربنا حضرتك يخليكي. طبعا اكيد في الشغل اونلاين بتوصلي لمحافظات معينه ولا كل المحافظات؟ لا كل المحافظات، يعني مالكيش محافظه معينه، لا كل لا المحافظات خالص عندك خالص. مندوبين يعني في بيشكل شركات شحن بنتعامل معاها طبعا، كبير جدا. الموضوع ما دام كبرتي في الاونلاين مش هينفع عميلي يكلمك ويقول لك انا الحاجه الفلانيه عجباني، معلش اصل انا في الحته الفلانيه. خلاص دلوقتي ما بقاش في حدود، كل حاجه بتوصل كل حته. شركات الشحن بصراحه كانت لينا سبورتد جدا في دوت، يعني فانا همنعه ليه ما دام خلاص انا عندي الامكانيه ان انا اوصل شغلي لكل مكان، هو ده المطلوب. يا رب تمام عقبال ما جميل. يبقى دوليا. ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء ان الله. شاء الله. ايه الجديد اللي بتحضريه يا استاذه انيس؟ بصي هقول اكيد دي كنت عامله في مفاجاه. مفاجاه، في سر في الموضوع. لا دي كانت عامله مسابقه انا شفتها، اللي هيخمن انا هعمل ايه، ليه عندي متابعين مفاجاه، بقى. انا شفت الموضوع ده. ما دي قلتليش كده حقيقه، عندي كنا خمننا او ما الحاجه كنا الجايه. خدنا دي الهديه. حقيقه والله، مسابقاتنا حقيقيه جدا عشان في ناس ما انت فعلا بتخم. نزلت الاسامي بعد لا كده. لازم لازم لازم، ونزلت الاسامي ونزلتهم الصور وهم حلو العروض اللي انت بتعمليها، طبعا طبعا طبيعي، هو بقى ماركتنج. بتشجع الشخص ان هو بتشجع. يتعلم من الاول. بس ايه طبعا الجديد بقى؟ احنا عايزين نعرف الجديد والمشاهدين يعرفوا الجديد احنا معانا. بس محتاجين يعني نثبت الدنيا قوي في موضوع الشنط، ومش هنكتفي بده، ان شاء الله هنتجه لحاجات تانية. بس لسه بقى بنظبط الدنيا، واحدة واحدة، خليها محدش بيطلع مفاجأة. السلم. لا 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 ان شاء طبعا، واحدة الله. واحدة ان ان شاء الله شاء الله كلها طبعا بتمام. طبعا ان شاء الله. اكيد استاذة انيس في حد يعني عرضت عليه مصاريف الشحن قال لك لا مش هدفع، الحاجة مش عجباني فانا مش هدفعها، بعد مشكلة ما زي الحاجة دي؟ راحت؟ لا الحمد لله طب الحمد لله. خالص الحمد ولا لله اي نسيت حاجه. يعني كل لكن يدفع. قبل كده ممكن بيعرف بيقول لي لا مش هقدر. ام احنا عايزين برضو نتكلم في النقطة دي. في ناس بقى لطيفه بتعمل حركه حلوه قوي، هي عجبتها شنطه
وهي في محافظة تانية، فمصاريف الشحن زيادة عليها، فهي بقى بتخش مثلا على اختها صاحبتها هتشتري معايا، تشتري معايا ونقسم مصاريف الشحن سوا. فده طبعا استفادة ليا. اكيد حلو جدا. بتشتري حاجات كمية كبيرة طبعا، مصاريف الشحن اقل. الايه؟ ولا هي بتشتري كمية كبيرة؟ لا لا، هي قطعة واحدة. لو في القاهرة صدقيني بعمل اوفرز، يعني انا كان في لسه عميلة الاسبوع اللي فات دوت، ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني طالبة 6 شنط، فهقول لها مصاريف شحن ايه؟ اكيد طبعا. لا يا فندم، فور فري يا فندم. طبعا فور فري يا فندم. استفدتي من الشغل الاونلاين؟ حابه طبعا. هو في وقت بيبقى هيدك عليكي ولود وكل حاجه، بس في وقت تاني بتحسي تتعاملي مع الناس اكتر، بتفهمي اكتر، تكسبي علاقات، تكسبي علاقات اكتر. زي ما قلت لك، شركات كمان بتاخدي منها شغل كويس، الشركه دي حلوه، لا الشركه دي مش حلوه، خبره بخبره في كل حاجه. تمام. انا عن نفسي اتعلمت يعني الصبر، مع اني يعني انا عصبيه شويتين، فاللي هو يعني الشغل ده عاوز الصبر اكيد. لا، ومع الفيميلز خاصه انت لازم يبقى بالك طويل، لان هو ساعات بيدخل لك بقى في الكومنتات استظراف كتير. لا جدا. لا، وساعات الحجز يعني انا افتكر عميله ربنا يديها صحة، هي بتحجز شنطه وبعد ما حجزتها والمندوب راح لها، معلش اصلا انا ماما كانت المفروض جايه لي عشان تعمل لي اكل الاسبوع، فانا مش عارفه اوقع على رجلي، إيه ده فممكن بس ترني لي على حد من الجيران ينزل. لا لا، ايه ده، معقوله؟ طب يا فندم، طيب ابعت لك الغدا معايا، ابعت لي الغدا والشنطه. لا لا، يعني حكايات الستات الله يكون انواع رجاله. ده حقيقي، الراجل يقول لك الكلمه خلاص هينفذها. اكتر شغل ما شاء الله اتباع معايا بسرعه جدا في وقت قليل جدا كانت الشنط الرجالي، حقيقي. لا جميل، حقيقي. وعايزه الشنطه دي خلاص، عايزه الشنطه دي، اللي هو ايه. طب يا فندم، الرمادي ولا الاسود؟ ايه ده، هما مش لون واحد؟ بص اللي تيجي في ايدك ابعتيه. عمليين، حلو جدا. هو عايز حاجه يحط فيها حاجه. عمليين مش زينا. لا ده انا بقى اللي هو ايه، لا يعني اللون الكشمير ولا النبيتي الفاتح ولا لو في الدرجات مثلا ناقصه في الموضوع، انت ازاي؟ لا ده انا بسمع. لا يعني، ما انا بقول لك اتعلمت الصبر، اتعلمت. طب يا فندم، حاضر، تمام كده. بتتواصل مع حضرتك ازاي؟ بيتواصلوا معايا ازاي؟ الارقام على البيج، والدنيا سهله يعني، اي حد بيخش على البيج بيجيب رقم الواتساب، بيكلموني تليفون كده يعني. اكيد مش حضرتك اللي بتردي على الصفحه نفسها يعني؟ انا مش حضرتك شخصيا اللي بتردي؟ لا، هي اللي ردت. انت استاذه انيس، ازاي بتوافقي ما بين كل ده يعني؟ اكيد في مسؤوليه بيت، مسؤوليه اولاد كده يعني، كله بقى. بس ومع ذلك بسم الله ما شاء الله الصفحه كويسه وناجحه. يعني برضو عايزين نتعرف المشاهدين ازاي بتنظمي وقتك. التليفون معايا على طول، بس يعني في ايدي على طول ببص عليه، في مكالمات بنسقها لما بحتاج حاجه. بصراحه هشام وحامد سبورتد ليا جدا جدا جدا. بقع في اي حاجه، يا جماعه في الحاجه الفلانيه انا مش قادره اوصل، ظبطوا انتوا. لا هم برضو شايلين حبه كتير يعني. مش كتير ايه، صغيرين مش كتير برضه. لا والله كتير، ده انا عايزه اقول لك انا معذباهم. من وجهه نظر حضرتك يا استاذه انيس، الشغل الاونلاين هيصبح هو الاساس، وخصوصا احنا فتره كورونا؟ هو بالفعل اصبح اساس يا استاذه، يعني هو ليه اتجاهات حتى بس في الموضوع ليه شقين. تمام. انت وانت بتشتري حاجه مجهوله بالنسبه لك، انت هتثبتي نفسك بنفسك، تمام. او انت خلاص بتتصلي بالسوبر ماركت، عارفه نوع المسحوق اللي هتجيبيه، عارفه نوع الـ 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 الجبن اللي هتجيبيها، خلاص انت عارفه حاجه، عارفه فسهلت. لكن في الاونلاين اللي هو لسه الناس بتبني نفسها، يا بنيت نفسك صح استمريت، يا حاولت تتلاعب عشان تعمل مبالغ ازيد، فهتقع صدقني من اول خطوه تانية. مش هيبقى في مصداقيه خالص حضرتك. لا، كل الوقت بيدور على المصداقيه يعني. مفيش مصداقيه. على فكره، اي دلوقتي مستهلك او عميله عايزه تجيب حاجه من على الاونلاين، بتخش البيج الاول وتشوف ان في تفاعل عليه او لا، تشوف التعليقات ازاي. ايوه، مش اي حاجه بتشتريها يعني. انا دلوقتي بيج لسه معمول، مش معقوله هضحي وهطلب منه اوردر. لا لا بالظبط. لكن انا لما اشوف ان في مصداقيه على طول هطلب. انا اول جمله كنت بقولها دايما اما بلاقي حد متردد معايا، شوف الحاجه
ما عجبتكش ما تستلمش بالسهوله دي. اه يا فندم عادي جدا بالسهوله دي، والحمد لله يعني الواحد بيبقى واثق جدا من الحاجه اللي رايحه قد ايه هتبهر الناس، كخامه كشكل كستايل الحاجات دي بس. جميل. فكل دوت بيفرق مع الناس جدا. تنصحي ايه للعميل؟ العميل تنصحيه بايه؟ العميل نصيحه حلوه كده عشان هم صراحه يعني اي ممكن اي منتج يجي من اي بيج تاني مش شرط من عند حضرتك، بتنصحي بايه اي عميل يجي له المنتج يعمل ايه؟ اول حاجه يعني من فضلكم بس ارجوكم تعاملوا مع الناس المندوبين، دي ناس شغاله ملهاش اي علاقه باي حاجه. عندك اي كومنت هو ما يعرفش ايه اللي جوه الشنطه، يعني ايه اللي جوه الشنطه اللي هيسلمها لك ما يعرفش ايه جواها. عندك كومنت حلو وحش احتفظ بيه لنفسك، لو وحش وهتقوله له هترجع المنتج تاني، يا ريت من فضلكم يبقى بلطافه. بسمع ناس كتير جدا بتشتكي من الاسلوب طب المندوب ملوش دعوه. بص على حاجتك واتاكد عليها، الحاجه المطلوبه منه فقط لا غير. بالظبط، بص على حاجتك واتاكد عليها. يا ريت الاسئله تبقى عقلانيه يا جماعه، يعني الاسئله تبقى احنا انا مقدره جدا اي حد بيشتري من الاونلاين هو مش شايف الحاجه اللي بيشتريها، فطبيعي يبقى اسئلته كتير. تمام، بس نخلي الاسئله عقلانيه، بلاش الافاره. الافاره ما بتبقاش يعني معقولة. خلي اسئلتك هادفه. لا اسال بس اسئلتك هادفه، انا داخل اشتري يبقى انا بجد، او لو مش هتشتري هتعرف كل المعلومات. بس بلاش الاسئله الغريبه اللي يعني اصل احنا برضو مش انصر ماشين اللي بيرد على المسجات يا جماعه، احنا احنا بني ادمين 24 ساعه قاعده على الفون بترد هنا طبعا، وعندها طبعا بيت واولاد. بالظبط بالظبط، هي الفكره ان هم يعني عندك كلمه حلوه اقولها ما عندكش اسكت، في اللي بيدخل على البيج ويفضل يدي كلام. بصي انا دولت برضو بعذرهم لو هم قابلوا مشكله، ما هي دي بقى المصداقيه، مش كله زي بعضه. انا ما اقارنش ده زي ده، لازم اتعامل مع حضرتك عشان اقارن بعد كده انت زيهم ولا لا. بالظبط، ما ينفعش تعممي الفكره طبعا. في ناس اللي هو لا الاونلاين دوت حاجه احنا صراحه كنا واخدين فكره سيئه عن الاونلاين. انا واحده كنت بخاف اجيب اي حاجه من على الاونلاين. دي حقيقه. لكن احنا كنا مضطرين في الفتره بتاعت الكورونا ان احنا نجيب. يعني انا الشنط بالنسبه لي الشنط هي الشنط. بالنسبه للناس بقى اللي هي اللبس، لازم يعني لازم العميله تفهم. معلش سوري، انت بتشوفي البلوزه على موديل، انت مش الموديل. يعني هي عليك انت، لازم تتخيلي اللي انت حلو عليها عليكي انت. يعني انت شايفه حاجه انت متخيله ان انت لما تلبسيها تبقي الموديل. لا يعني لا تخيليها عليكي انت، لايقه عليكي لايقه مش لايقه خلاص. لكن بلاش تنبهري باشكال اوه لا دي حلوه جدا. طب ما هي ممكن ما تبقاش لايقه عليكي وبعد كده هتقولي لا اصل الاونلاين وحش. لا حضرتك اللي ما قيمتيش صح، ما اخترتيش صح. بالظبط، هي ممكن تبقى حاجه حلوه جدا جدا جدا، بس انا يعني انت عارفه ايه الالوان اللي بتليق عليكي، عارفه ايه الالوان اللي ما تليقش عليكي. في ناس بتليق عليها الحاجات السليم، ناس لا. ده بالنسبه للحاجات التانيه. اما بالنسبه للشنط فلله الحمد يعني الموضوع اسهل شويه لله. ان خلاص شنطه معروف بلونها سهله غير الستايل اللبس. لا لا لو وزنك كام مش عارفه ايه، من كام لكام، الوزن والطول والحاجات دي بتفرق. لا يعني اصلا انت وزنك كام؟ اصلا انا 80. طب يا فندم لا اصل ده قبل الدايت. يا فندم طب يعني انا اعرف منين قبل لكن موضوع الشنط البس لا الحمد لله خلاص منسقه مع الطقم خلاص. شكرا على تمام كده. الحمد لله زي الفل قوي كده بسيطه. استاذه انيس، اي حد ممكن يشتغل في الاونلاين ولا لازم الخبره؟ بصي مفيش حد بيبقى عنده خبره في كل حاجه، انت لازم تبداي وتشتغلي. الخبره هتيجي منين؟ لو اشترطنا على كل حد حاجة عنده خبره. تمام. طب يا جماعه الناس اللي عايزه تتعلم هتتعلم ازاي؟ لا مش مقتنعه تماما بالمقوله دي. انا شايفه ان ابدا، حط عندك بوينتس تمشي عليها زي ما قلت، المصداقيه المصداقيه المصداقيه. انت عايز تنجح مش عايز تلعب، عايز تشتغل مش عايز تضيع وقت، الحاجات دي كلها بتفرق. تمام. استاذه ايه في الكنترول بيقوليك على الصور الحلويات؟ لا خلاص بلاش منها لو مش هتعرض يعني. استاذه انس كلمينا اكتر عن البيج بتاعك، بجد حاجه جميله جدا احنا دخلنا عليه يعني انبهرنا. انا استاذه ايه اللي معقوله كميه التعليقات الجميله دي؟ انا عايزه اقول لكم البيج دي فاميلي بيج.
يعني كل حاجة فيها من صحابنا واهلنا واحنا، ويعني زي ما قلت كده هشام وحامد هم اصلا صحاب من زمان وبداوا الفكره، وبعدين انا دخلت في وانت الموضوع. البنوته الوحيده اللي يعني فيه. هم اللي شجعوكي على الموضوع هو ابتدي. اصلا موضوعهم يعني هي الفكره فكرتهم، بس اول ما ابتدوا بقى ياخدوا لاين الشنط خلاص احنا تمام. قررنا الشنط. طب حلو، طب ايه رايك بقى تبقي، عارفه انت اللي هو واحده واحده، طب ايه رايك تبقي معانا تختاري، طب حلو، طب بصي بقى انا هقول لك احنا ايه بقى، احنا نرد على المسألة، انت هتبقي فاهمه كلام البنات، طب حلو يا جماعه، طب كل حاجه بقى اللي هو هم بس شايلك خلف كل حاجة بمعنى الصف. صح. لا بس هم خلف اللي هو ايه، بصي احنا معاكي وسبورتد ليكي جدا، بس اللي هو ايه قصد بقى متكامل. يعني حتى المودلز صحابنا اي تمام. حاجه بنحتاجها. لا الحمد لله يعني التيم اللي ورانا كله يعني قريب لينا الحمد قوي حاجة يعني التفاهم ما بين التيم، الحمد لله، دي اكيد لازم حقيقة. يكون في تفاهم عشان يكون في اصل شغل. احنا اصلا صحاب من قبل كده، طب ف يعني ده كفايه ان انتوا صحاب فاهمين دماغ بعض ولقوا استاذ فاهمين. حامد كمان يعني زوج الاستاذة اناس كمان اكيد. وصحاب. اصل احنا ما عندناش في الشغل لو ما انا لسه سمحت هسألها السؤال ده. زميلات. لسه هسألك خالص السؤال ده برضه، بتفرق ما بين انا في الشغل الشغل على فكرة هشام ممكن يكون سبورتد ليا اكتر من حامد، والله. وحياة ربنا، طبعا. واللي هو مثلا كذا انا مثلا هو يعترض معايا في حاجة يقول له لا على فكرة انا شايف ان هي كلامها صح، فافضل اقول له يعني والله تقول له هبقى اصبر اشوفك لما بحاجة اروح البيت. اشوفك بحاجة انا ايوه. بالظبط. طب حلو جدا. فلا يعني الحمد لله الموضوع ماشي فريندلي قوي يعني الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. اكيد طب طبعا. ما حسيتيش ان انت مثلا محتاجه بنوته معاكي تساعدك؟ يعني لو حد شايفنا دلوقتي وحابب ان هو مثلا يدخل معاكي في المجال دوت عادي؟ ينورونا الحمد لله، احنا الدنيا بتكبر معانا واكيد اكيد ان شاء الله هيبقى عندنا فريق ان متكامل. شاء الله. اكيد طبعا ان شاء الله. اكيد اكيد يا استاذه انيس. طيب بالنسبه لموضوع الشنط، حضرتك عامله ستايلات كتيره. لو واحده مثلا دخلت قالت لحضرتك انا عندي سهره سوري، تمام بتعرفي تختاري لها الشنطه اللي هي عايزاها؟ طبعا، ده اكيد بقى ده شغلها. بالظبط يعني الناس دي لعبتها عايزه بالمصر. اقولك بقى بتريحني جدا، تمام. اللي هو ايه بنخش كده واحده واحده، انت عايزه الشنطه نعم. كاجوال ولا كلاسيك ولا تمشي دي معاكي كل حاجة. يوميه، تمام. تمام. انا عايزاها مثلا سواري، حلو جدا، فستانك لونه ايه، ايوه كذا، طب ايه رايك في كذا، ايه رايك في كذا، بنضيق الاختيارات على بعض، انا برتاح وهي كمان أستاذة إناس الوقت بتاعنا انتهى والله، وأنا بجد اتشرفت بمعرفتك لا جدا. قبل بس ما ننهي الحلقة يا هند، اي عاوزينها تتكلم يعني تقولي ازاي تواصل مرة تانية، سواء اه فيسبوك أو تليفون. التليفون طبعا رقم حضرتك مكتوب على الموقع. الارقام على البيج بتاعت الأرقام على الشاشة برضو الفيسبوك، ظاهرة هي على الكنترول. دكان ترند، هتلاقوا كل الارقام. شكرا والعفو، شكرا أستاذة إناس، وكل سنة شكرا وحضرتك لك يا طيبة، حضرتك وإن بصحة شاء الله وسلامة نتطلق في حلقات كتير ان شاء الله إن يا شاء فندم الله. ان شاء الله.